وعليكم من كل خلق سلام دين فخلق إلهي طول الليالي ثم ليلة الإسراء فيه ترقى ببراق فهذا أصل وصالي ثم ليلة الإسراء فيه ترقى ببراق فهذا أصل وصالي واتل في شأني دنا فتدلى ليس قرب المكان فاق مقالي مستهيل في الله أين وكيف وزمان عمري وأي استهالي ليس يدري كل القديم حديث واجب كالوجود كل الكمال ثم هذا النخل عند ملك ذي الجلال فرد وذي الإفضال ثم وافى قول سبع إمامي بحديث أبوا أهل الضلال كذبوا ولا تقصوا ما يسدي بتصديقي لخير رجالي شق بدر لو متى طلبوا وأبوا بعد شقه بانفصالي خسم ما إن ذاك شاق يداهي شق صدر الأمين بعد كمالي بعد رمو أن يملك البدر فيهم حين قفوا من أمر المتعالي ثم يأتوا له بخيرات أزواج جن وخير الدور والأموال ثم يدنو بترك تسوي أهلا من وسب الأوثان والأفعال قال لو في يمنى كان ذكاء ويكون البدر السليم في الشمال ما تركت دعاء دعاء عمري ليس نطق من الهوى أو هالي شديد إذ ذاك العداوة دورا وأساء بالمصطفى لمقالي ثم ولى غنبان تاك ليس لم يكن ليس بالكلى بيبالي قال عم نبي فاض بمات مر من ربك العلي ذي الجلال وعليكم من كل خلق سلام كيف خلق إلهي طول الليالي وعليكم من كل خلق سلام ديف خلق إلهي طول الليالي صلى الله عليه وسلم.